رشدي توفيق رئيس الهيئة الوطنية للملاحة التجارية والصيد البحري، القار ديالها بداخلة الحبيبة. ففي إطار التنمية وخصوصا التنمية المستدامة بالجهات وادها بداخلة، في هذا الإطار كنتمناو من ناخذوا من كلمة مستدامة أن هذا الخط البحري يكون عنده ديمومة ومسار تنموي في المنطقة. إذا احنا كهيئة وطنية للملاحة التجارية ساهرين على إنجاح هاد التنمية اللي هي عندها واحد المردود كبير في رفع من مستوى التنمية ومن مستوى التبادل التجاري بين المدن المغربية وباقي مدن العالم. بالنسبة للسيرورة ديال هذا الخط والنفع ديال هذا الخط البحري اللي تيربط بين الداخلة، أكادير، الدار البيضاء، طنجة ثم الخزيرات، عنده أبعاد تجارية وحداثية في المغرب بل في العالم كله. كنشكر الشركة المغربية للافريتمون وما تسمى بالشركة العامة البحرية. هذا الخط اللي هو خط تنموي اللي كيربط بين الداخلة، أكادير، الدار البيضاء، طنجة ثم الخزيرات، هو خط تجاري كيعود بالنفع على المنطقة من حيث التسريع في عملية الشحن وعملية التجارة والتجارة الدولية والرقي بالمنتوجات البحرية وسرعة التحرك وسرعة التجارة. إذا هاد الخط هذا غيكون عنده واحد النفع كبير على الجهة بالذات وعلى ربط المناطق الوطنية من حيث التجارة والتجارة الوطنية والدولية. ثانيا أن هذا الخط كنتمنى وأن مستقبلا نزيد يولي عندنا خط للنقل، ماشي غير للنقل التجاري، للنقل البشري علاش لا. هذا هو المستقبل اللي كنتمناو، أن يكون عندنا خط اللي هو خاص بالنقل البحري، بالنقل الأفراد، النقل الجالية المغربية واللي تجي مباشرة لمدينة الداخلة الحبيبة علينا. إذا احنا اليوم أمام مشروع تنموي ضخم في ربط الداخلة بباقي مدن المغرب والعالم.